حبيباتي ومرحبا بكم في مطبخي ملح السكر، ومرحبا بكم في الدار ديالي باش نوجدوا مع بعض هاد الحلوة هادي اللي اختاريتها لكم اليوم، واللي نتمنى انها تنال رضاكم والاعجاب ديالكم. وما تنساوش الا عجبتكم تعملوا لي لايك 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 بتشجيعي ودعمي ايضا باش نتواصل معكم ونواصل ونستمر في تقديم الوصفات الرائعه والجميله والقديمه ايضا، وعلاش لا. واللي كيدخل اول مره في القناه ديالي ما ينساش انه يشترك بالضغط على الزر الاحمر ثم تفعيل الجرس باش يوصلوا دائما الجديد، ونشرعوا ان شاء الله في تقديم هذه الوصفه هذه اللي بغيت نقول لكم عليها، واللي هي عندي هنايا حلوه دوازتي او لا غريبه الا بغينا نسميوها بالقرفه والكاسوناد اللي هو السكر الاشقر. هنايا السكر الاشقر ضروري في هذه الوصفه، علاش؟ لانه تعطي واحد الطيبه واحد اللذه بنينه بزاف لهاد الغريبه هذه. وان شاء الله نبداو في تقديم هاد المقادير ديال هاد الوصفه هادي. نقدمها هي البيضه، عندنا غير بيضه واحده، عندنا جوج معالق صغار ديال القرفه، عندنا قبصه ديال الملحه، عندنا جوج معالق كبار ديال الزيت، 120 غرام ديال الزبده، وعندي 120 غرام حتى 140. اللي بغي الحلاوه بزاف غادي يكثر يدير 140، انا درت غير 120 ديال الكاسوناد اللي هو السكر الاشقر. عندي هنا الدقيق يعني هي وما جمعت، من بعد غادي نقول لكم القياس شحال تخلي فيها. وعندي هنايا خمارة وحده ديال 8 غرام والنص ديالها، هادشي اللي غادي نحتاجو ونشرعو على بركه الله. ايوا هادي اولا هاد الغريبه هادي خصيصا درتها للدراري صغار لانها تعجبكم تعجبهم، وثانيا هاد راه هي سهله ما فيهاش مقادير كثيره، يعني في اخر لحظه بحالي انا في اخر لحظه قبل ما يجيو البنات ديالي من المدارس ديالهم غادي نوجدها ونحضرها. اذا نشرعوا على بركه الله، غادي نحضروا الزبده ديالنا، واحد لو بول هكذا نديروا فيه الزبده ديالنا، نديروا القبيصه ديال الملحه، نعملوا هكذا الزويته ديالنا تدريجيا، غادي نخدمها مع السكر وغادي نعمل السكر. بغيتو تخدموا بيديكم او لا بغيتو تخدموا بالباتور، انا باش نزرب غادي نخدم بالباتور ونخلط الكل. بسم الله غادي نخدم غير بشويه هكا، غادي نخدم غير بلاتي باش ما يطرش عليا السكر ونتلاقاو. غادي نزيد الزيت تدريجيا وانا تنخلط، غادي نكمل هاد جوج معالق كبار اللي قلنا. نضيفوا ليها البيضه، نضيفوا البيضه ديالنا دائما، نحاولوا ان البيضه نكسروها بوحديتها ونخلطوا الكل. صافي انا غادي نخلط مزيان، وديك الساعات غادي يبقاو لنا غير يعني المسائل اللي بالبودره فقط. ما خلطت المحتوى ديال الزبده والزيت وايضا البيضه، هنايا غادي نزول الباتور وغادي نخدم بيديا باش غادي نحسب المواد واش داب ليا السكر مزيان. غادي نزيد قلنا هذيك جوج ديال المعالق كبار ديال القرفه، وغادي نستعملوا الخماره، وغادي نضيفوا الدقيق شويه بشويه وحنا تنلمو. انا عندي هنا 300 غرام وغادي نشوف واش يكفيني ولا لا. غادي نخلطو، اللون ديالها غادي يجي بني قرفي لان يعني عندنا القرفه. ما نساوش نكملو المحتوى ديال الكيس، هكذا غادي نكمل المحتوى ديال الكيس كامل، وغادي نجمعو، غادي نزيد شويه ديال الدقيق صافي حتى كتجمع ليا وتولي رطبه باش غادي نشكلها كويرات صافي، ونتلاقاو باش نوريكم الشكل ديالها كيفاش. صافي ما نعطيوهاش الدقيق بزاف باش ما تجيناش قاصحه. ها هي
هذه بعد ما عجنتها كتجي هكذا على هذا الشكل كمجموعه صافي، ما كتكون لا كتلصق لنا لا حتى شي حاجه. كناخذ واحد اللاطا ديال الفران اللي سبق لي وراني درتو كيسخن قبل ما نعمل هكذا نبدا الحلوه ديالي صافي. وغادي نعملو هكذا كيف شتيو كويرات صغار بحال شكل الغريبه وكنحطوها هي راه ما كتلصق في اليد لا حتى شي حاجه، زوينه وبنينه بزاف بهذيك القرفه اللي درنا نتوما هكذا. غادي نحطوها وحده حدا وحده صافي. غادي نستمر هكذا نعمل الكويرات ديالي باللاطه وغادي نطيبها. الطياب اللي غادي نطيبها غادي نعملها طيب من الفوق، يعني غادي تشقق لي نطيبها من التحت، يعني النار غادي تكون عليها من الفوق حتى تاخذ الفورمه وتشقق. ديك الساعات غادي نطيبها من التحت، ندير لها النار من التحت بهذا الشكل هكذا. انا غادي نستمر باش ما نطولش عليكم، وديك الساعات نتلاقاو باش نشوفوا الشكل ديالها النهائي. ديال الحليوات هما هادو، غادي ندخلهم الفران كيف قلت لكم، غادي نطيبهم من الفوق ومن بعد نهبطهم باش يطيبوا ليا من التحت صافي. وديك الساعه نتلاقاو باش نشوفوا كيفاش غادي نزينوا لهم الوجه. كتشوفوا معايا بعد ما خرجت الحليوه ديالنا من الفران كيجي المنظر والشكل ديالها بحال اللي كتشوفوا هكذا، ما تكونش محروقه بزاف. كناخذوها كنعملوها هكذا فشي تبصيل باش غادي ندردروا عليها سكر صغير شكل. غادي نحطوها كامله، ناخذو هكذا قدامنا واحد الصفاي والسكر الصغير دا، ونحاولوا اننا ندردرو عليها من الفوق على هذا الشكل. تجي رائعه، والريحه ديالها والنسمه ديالها طلقات ديال القرفه اللي كانت كتطيب في الفران كتجي زوينه بزاف. ولا بغينا نزوقوها ولا نزينوها يعني بالقرفه من الفوق، نقدروا اننا نزينوها على هذا الشكل ايضا غير هكذا كيف كتشوفوا معايا، كنزوقوها هكذا من الفوق. الا بغيتوا تخليو تكتفيو غير وليداتكم مثلا ما كيبغوش القرفه صافي، كديروا غير السكر ثقيل فقط. نقدمها لكم ان شاء الله بالصحه والراحه. الى عجبتكم الوصفه طبعا ما تنسونيش باللايكات، لايك 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 لايك. هيا حبيباتي كنقدم لكم هذه الحليوه المقرمشه واللذيذه بزاف بنكهه القرفه مع شي كويس ديال القهوه. مرحبا بكم تشربوا معايا كويس ديال القهوه ديال العشيه. نتمنى هذه الحليوه هذه تعجبكم وتروقكم وتوجدوها لوليدات. طبعا الى عجبتكم ما تنسوش لايك 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 لايك، ودمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء في فيديو آخر ووصفة جديدة أخرى بحول الله.